حسين بن يزجي غير هو ومراته اللي توفات الله يرحمها وجوج ديال ولادو بس، كاين حتى شي حد. هو كيسلم على الناس حدا الباب ما معاه حتى شي واحد من غير ولادو اللي كانوا معاه في الجديده، ها هما هما اللي جاو لا اقل ولا اكثر. العجاب، سيارة ديال الإسعاف دخلات، ها هو السائق ديال سيارة الإسعاف، راه هو جايب الأوراق، هو اللي لابس الأحمر كتشوفوه، والحسين بن ياز وجوج ديال ولادو، كاين معاهم حتى شي واحد. شنو راه هو مشى للبلاصه ديال الاداء، الصندوق ديال الاداء كيخلص هو وولدو وسائق ديال سياره هو وولدو لا اقل ولا اكثر. اذن المشاهدين والمتابعين قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر الغريب، ان الفنان حسين بن ياز المعروف باز جاء في هذا الاثناء لمقبرة رحمة، هو وجوج ديال ولادو اللي خرجوا الام ديالهم من مستودع الاموات بالجديدة، ما كاينش معاهم ما كاين معاهم حتى شي واحد، كاين لا موكب جنائزي لا ناس لا فنانة لا حتى شي واحد. ها هو كتشوفوه كيتكلم في الهاتف، ها هو لهيه كيتكلم في الهاتف، ها هو كتشوفوه فيه، ها هو هو وولدو. هما كتشوفوه حدا البلاكة ديال الانتياك دي، راه واقف بالمارو داير يديه في جيابو، كاين غير هو وولادو وبس. واش كيتسنى شي ناس اللي الفنانة ولا العائلة اللي غادي يجيو يشيعو مع الجنازة، أو غادي يتم الدفن بدون أفراد العائلة؟ ربما كيتسناو افراد العائلة باش يتم الدفن. ممكن تشوفوا الابن ديالو كيتكلم في الهاتف،
احدى المشاهدين والتطبيق انا شفت فيه من امام مقبره الرحمه بمدينه الدار البيضاء. كنشاهدوا وصول صياغه اللي كتقل جثمان ديال زوجة الفنان الحسين بن ياز المعروف بيباز اللي وفاتها المنية بالامس بمدينه الجديده، وكانت خرجت قبل ساعات حوالي ساعتين من الان من مستودع الاموات بمستشفى محمد الخامس بمدينه الجديده على متن صياغه ديال الاسعاف خاصه. في هذه الاثناء وصلت هنا لمقبره الرحمه صياغه ديال الاسعاف وصياغه ديال الابناء ديالها والزوج ديالها. في الاثناء كنشوفوا السي الحسين بن ياز جالس كينتظر ربما الافراد ديال العائله يلتحقوا به باش يتم الدفن ديال الزوجه ديالو. إذن إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر مشاهدينا الكرام، في انتظار نوافيكم بجديد هذا الوفاة ديال زوجة الفنان الحسين بن ياس.